جلسات الحوار الوطني ما زالت مستمرة، وتغطيتنا كمان ما زالت مستمرة لينا على هامش جلسات انعقاد الحوار الوطني. كان لينا لقاء مع الأستاذ عمرو رزق مدير عام الاستثمارات بشركة انطلاق. عمر رزق مدير عام الاستشارات في شركة انطلاق. هو أولا مشاركتنا في الحوار الوطني وفي منصة زي الحوار الوطني هي مشاركة، بالتأكيد هي مشاركة مهمة جدا، لأن هي منصة بتجمع كل أطياف المجتمع، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هي بتجمع كمان الشركاء الرأي او الشركاء كلهم المشاركين في قطاع ريادة الاعمال، وفي نفس الوقت الشركاء الحكوميين وشركاء من القطاع الخاص، عشان نقدر نطور قطار ريادة الاعمال على قد ما نقدر. القطاع ده النسبة الاكبر من المشاركين فيه او المستفيدين منه او العاملين فيه هم من الشباب، فدي طبعا فرصة ودفع للامام للشباب ودفع للامام لقطاع ريادة الاعمال في مصر. زي ما كنا امبارح يعني كان عندنا فرصة ان احنا نقدم قدام سيادة رئيس الجمهورية الفرص الموجوده في قطاع رياده الاعمال وسبل تطويرها والبرامج اللي احنا كشركه انطلاق بنحاول نعملها، وهي برنامج مسرعات الاعمال، برنامج تنميه والتعريف برياده الاعمال في الجامعات المصريه اللي هيبتدي من العام الدراسي القادم ان شاء الله. فكل دي فرص بتبين قد ايه اولا الاهتمام القطاع الخاص وايمانه وايمان الشباب بالقدرات الموجوده في قطاع رياده الاعمال، ده اولا. ثانيا الدعم الموجود من سيادة رئيس الجمهورية للقطاع، وده تمثل في اللي أعلنه سيادته امبارح بالإعفاء الضريبي لشركات ريادة الأعمال لمدة 5 سنين. فكل دي فرص متاحة، كل دي فرص بتساعد في تنمية القطاع نفسه أكتر وأكتر وأكتر. وكل ده برضو احنا يعني مع قطاع يعني مع كل المشاركين الآخرين في قطاع ريادة الأعمال والقطاع الحكومي، كلنا بنساهم وكلنا بنحاول نلاقي حلول عشان نساعد في تنمية قطاع ريادة الأعمال والاقتصاد المصري بشكل عام.